السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي متابعي القناة تعليمية مدرسة شادلي. مرحبا بكم من جديد. اليوم غادي نشوفوا صفحة 15 من كتاب لوازيس ديمو المستوى الثالث ابتدائي. عند اليوم إكريتور وكوبي، يعني الكتابة والنقل. إكريتور كوبي. عندنا في الأول شنو مطلوب منا؟ قالك جيكري دي سيلاب اون لتر كورسيف، نكتب مقاطع صوتية بحال هاد ما بي لو 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 ني، أي مقطع صوتي اون لتر كورسيف. لتر كورسيف هي الكتابة ديال الدفتر، واضح؟ عندنا في هاد بحال دابا هاد المقطع الصوتي ما، نحاول نكتبو في هاد النقاط كاملا باحترام هاد القواعد. شنو القواعد؟ هو ما نفوتش مثلا بحال دابا هاد ام مع ا، ما فايتاش الخط الاول، اذا ما نفوتش انا الخط الاول. شوف كيفاش دايره، شوف الام كتلاقى معاها ما، نفس الشيء نعاودو. كل ما عاودتي كل ما الخط ديالك كيكون مزيان. ما نفس الشيء، تعاود في جميع هاد بلايص النقط، نحاول نطبق القواعد ونحاول نقاد الخط ديالي باش ناخذ نقطه مزيان. ندوزو لبي، شوف كيفاش بي دايره، طالعه شحال من خط، طالعه حتى لهنا، يعني شحال من خط، واحد جوج ثلاثه. كنطلعوها ثلاثه بعدا ونهبط. عاد نفكر شنو عندي، عندي واحد الفتله هنايا، وعاد كندير اي، كنجي كنفتلها في هاد البلاصه هادي وكنلصق فيها اي، هاهي بي. نعاود نفس الشيء هنا، كنطلع ثلاثة المرات، نجي نفتلها هنا ونلصق فيها اي، نفس الشيء بي شتو دي الطريقة باش كنكتب بي. نمر دابا السيلاب لي موراها هي لو. لو عندنا ال مع او، ال مع او، تاني كنطلع في ال، كنطلع ثلاثة ديال السطورة وكنجي هنا بحال كنلصقها في هاد الدائرة هادي ونفتلها هنايا لو، نفس الشيء يتعاود فيهم كاملين لو. شتي طلع ثلاثة، تهبط دير الدائرة ودير هاد الفتلة هادي لو لو، شتو نفس الشيء. ندوزو ني، لاحظ معايا هاد لا سيلاب هادي الاخرى في هاد التمرين. ني شوف كيفاش كتجي، كتجي هاك، شتي تولي تجي موراها هاك، تلصق فيها اي ودير النقطة ديالك فوق ان اي، نفس الشيء فيهم كامل كيتعاود كيتكرر نفس الطريقة. ان اي واضح. نمر الان للسؤال الثاني. السؤال الثاني شنو فيه؟ كاك اكري دي مو اون لتر كورسيف، الفوق درنا دي سيلاب، دابا نشوفو كلمات دي مو، كلمات نكتبوهم بالكتابة ديالاش ديال الدفتر. دي مو، لاحظوا معايا مزيان، عندنا في الاول مامون امي، انيمال حيوان، ثم بول، بول هي زلافة، واضح؟ اذا نكتبو امي في الاول، مامون، مامون كيما قلنا نطبقوا القاعدة ام هكا هكا، ونجي ندير ا ديالي بحال هكا، ثم نفس الشيء نعاودو، ثم الان ديالي مامون، نعاودها هنا ما مون مامون، نعاودها تاني ايضا هنايا في الاخيرة ما مون ما مون، واضح. نمر الان الى
الكلمة الثانية. شنو هي الكلمة الثانية؟ animal. animal حيوان. animal. نعود نفس الشيء هنا. شوف ال خصك تطلع ثلاثة ديال خطوطة اخرين كلهم كي تكتبوا في السطر الاول. animal هنا ايضا. animal. نمر الان الكلمة الاخيرة الكلمة الثالثة هي بول. بول هو زلافة. لاحظ معي كيفاش عندي نطلعوا ثلاثة ديال الخطوط نجي كنفتلها هنا كنعاود نلاقيها مع او ثم كندير الفتلة هنا وندير ال ديالي حتى لهنا. بول نجي نفتلها هنا نلاقيها مع او ثم نلاقيها مع ال. بول واضح. بول زلافة. نمر إلى التمرين الأخير. قالك جيكري دي فراز اون لتر كورسيف. نكتب جمل بالكتابة ديال الدفتر. هنا عندك أمين أ أن دومينو. نحاول نكتبها كما مكتوبة. أمين أمين أ أن دومينو. دو مي نو. ثم الجملة الأخيرة شني أمين أ أن دومينو. أمين عنده دومينو. الدومينو عندك اللعبة اللي كاينة بحال واحد مستطيل صغير وفيه أرقام فيه أرقام مثلا فيه أرقام عبارة عن نقاط وكيوقفوهم وكيلعبوا مثلا ديالك أنت كيبانو أنت وما كيبانولوش هو وديالو كذلك كيوقفوهم قدام وكيبقاو يختاروا يلعبوا. امين ا ان دومينو رقم كيتلصق مع رقم كتبقى هي اللعبه ديال الدومينو. هنا جيم مي زامي احب اصدقائي. شوف جي كيفاش داير كيفاش ندير لها نهبط ثاني جوج وكندور من هنا كيما هنا ندير هكا جيم مي زامي. جيم مي زامي واضح. اوكي هنا كما كتشوفوا كتحاول تقلد ماشي ضروري انك عتجيبها بحالها انما كتحاول تقرب لداكشي اللي هنا بحال عطيك نموذج حنا كتحاول انك تجيب قريب ليه بزاف واضح. كانت هذه الصفحه 15 كما كتشوفوا كملناها الى اللقاء.